صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله باذن الله للبرج الشمسي والطالع والزهرة. طيب مبدئيا كده عايز اشوف طاقتك. طيب هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب من ناحيتك، يعني قافل مشاعره خالص صددها ومركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها، ممكن يكون هو صاحب ال10 سيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه، او انك او ان العلاقة دي فيها ملل مثلا، او انكم بتتخانقوا كتير او بتتعاركوا كتير مثلا، في بينكم اختلافات. ذا ستار هنا مهتم هو بنفسه قوي، هو عايز يتشافى. هذا الشخص عايز يتشافى من الآلام. هو واخد 10 سيوف وواخد كمان 3 هنا. ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت، بس يراجع نفسه ويفكر في أحواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة أم يتركها نهائيا مثلا. لكنه مهتم إن هو، على فكرة هو بيراقبك، بس بيراقبك بطريقة صعبانية شوية، يعني بيعمل نفسه مش واخد باله منك بس هو بيراقبك. وممكن يكون هذا الشخص، بس هشوف حاجة واحدة هتخليني أعرف هذا الشخص نيته إيه. الشخص ده سبحان الله أنا عايز أعرف نيته ظهرت لي دي، كمان خاف النية بتاعته مش عايز يعرفه. هو زعلان منك، زعلان منك قوي. هو زعلان منك. ده الكوين والكينج زار كده يا برج الحمل. انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مثلا، ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شاعر بان انت او انت، بص، فلوس ماديات، بتفكر في الماديات بس. هو بص، انت هو اختيارين في حياتك، الشغل مثلا وهو، فانت ماسك حاجة وسايب حاجة، ماسك الشغل، ماسك اولويتك وسايبه هو، سايب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيجي. اللي عايز يهتم يهتم، مش عايز يهتم ما تهتمش. عايز تكلمني تعالى، عايز نخرج تعالى، لكن انا اكلمك اسأل عليك او اطمن عليك كل شوية لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونوا في علاقة، اصل الفرق فوند مش لازم تكون علاقة حب، ممكن تكون علاقة صداقة قوية مثلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه مثلا، لو عرض عليك عرض حب، ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش باصص له اصلا. ليه كمان؟ هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. هو شايفك كمان كوين اوف كابس، شايفك بائس و شخص يائس من الحب ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديها لحد. بص، ماسك الكوباية وحالف بالله ما هتدي لحد الكوباية دي، او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها، مش عايز تديها له. يعني انت ماسك كوبايتك، بص، ومش عايز تديله كوباية، وهو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية، طب نبدل الكوبايات، يعني انا اديك كوبايتي وانت تديني ايه كوبايتك. انت تقول له لا يا عم انا اديت كوبايتي لحد قبلك، خدها وطار. بص حتى الورق عمال يعمل مني. الظاهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي، مش منه، ممكن تكون مجروح عموما من علاقات سابقة مثلا. مش بقولك. لا، الورق كان مقلوب كمان هنا، ده الورق اتشقلب مني للأسف. دي ورقتين بس اللي كانوا متشربين، يا رب يكونوا ورقتين. تمام. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل، بتفكر عقبال ما تديله كوباية مليون سنة قدام، يعني عقبال ما تفكر انك، بص انا بقول لك اهو، انا قلتها لك قبل ما يظهر الورق، عقبال ما تفكر يا برج الحمل انك تسلم الكوباية دي ليه وتجيله على الحصان وتتحرك. بص، دي واحدة قاعدة على كرسي مش راضية تتحرك، عقبال ما بقى تجيب الحصان من الاستابل وتاخد الكوباية وتروح تقول له خد الكوباية بتاعتي،
يكون فات 30 سنة قدام، يكون الشخص ده اتجوز وعنده دلوقتي روميو وياسين، أو البنت دي اتجوزت وعندها 3 عيال دلوقتي، فشايفك بطيء بطيء أو بتحسب زيادة عن اللزوم، شايفك مكتئب، لأن ده هيرميت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئاب مش لطيف، شايفك إن أنت بائس من الحب عشان كده هو زعلان منك، شايفك إن أنت مختار الشغل ومختار إن أنت تبقى مهتم بأعمالك عنه، ما اخترتوش هو، اخترت شغلك، هو شايف كده، شايف إن أنت مش مختار ومختار شغلك، هو مختارك، لذلك هو مقرر إنه خلاص بقى، دام أنت كمان مش مهتم أنا كمان مش ههتم، ههتم بيك ليه؟ ما أنت مش مهتم، أنت لو مهتم كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي اعتقد، ممكن يكون برج الدلو، بص الكارتين دول كمان هو ده كمان بيرمز لبرج الدلو. الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او اظهار المشاعر، يعني لو كان بيهتم بيك هيوقف، ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمه في السماء برضه، يعني هو برضه انت بالنسبه له نجمه حلوه قوي بتلمع في السماء وعايز ياخدها، بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره، حاليا قافل على مشاعره وبينكرها، هو كمان خايف اللي تكون انت كمان مش مبادر، انت مش عايز تديله كوبايه، مش عارف ليه مش عايز تديله كوبايه، يمكن خايف منه ممكن، بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل، لانه تفكيره الداخلي الموت، تفكيره الداخلي انه عايز يمشي خلاص بقى، هو تعب، هو زار الشخص ده، انا بقول لك انت في علاقه، كنت في علاقه صداقه طويله، دي مش علاقه قصيره مثلا مش شهر شهرين، لا دي سنه سنتين ثلاثه، وهذا الشخص بدا ينجذب ليك الفتره مثلا الاخيره وعايز بقى يسلم الكوبايه بتاعته، وانت قلت له لا يا عم انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي، انا مش بتاع حب، انا مش بتاع جواز، حاجه من هذا القبيل يعني. فهو مشاعره او ما بداخله، ما بداخله الان ان هو عايز ينهي هذه العلاقه، مش عايز ياخد خطوه تانية خلاص بقى، يعني هو على مشارف النهايه. هل اللي هيظهره ليك انه محتاجك، خلي بالك هيظهر ليك، ممكن ينزل بوستات على الفيس انه محتاجك قوي في حياته وانك قطعت فيه قوي، اعتقد انتوا ما بتتكلموش لان هو شايف ان العلاقه في الفتره دي الفور اوف سوردس يعني علاقه ساكته، يعني انتوا مثلا خلينا نقول ما فيش انفصال، تمام هو مش انفصال، بس انتوا الاثنين خبطتوا ببعض، مثلا هو قال لك طب انت مش عايزني، قلت له مثلا انت بسيبني افكر، طب كذا فسلك ومشي مثلا، او نهى الحوار او وقف الحوار لغايه هنا، لكن انتوا بتشوفوا بعض من بعيد لبعيد، بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي، فما يظهره ليك هيظهر ان هو محتاجك وعايزك، وهو فعلا محتاجك وعايزك، هو بيحبك على فكره، بيحبك، و هيظهر احتمال يكون هذا الشخص كمان، الشخص ده على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة كنت متأكد. بص بقى يا برج الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين، الشخص ده عنده تعلق بيك، وممكن نقول تعلق مرضي، يعني انا احيانا لا احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفيه لانه هيؤدي الى الفشل في يوم من الايام، لكن هذا الشخص ان ظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هاممني وكده، يعني في يوم من الايام، يعني الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شويه، ازاي؟ لما انت ما بتبقاش معاه حياته اليوميه بيبقى فيها زعل وحزن وكآبه، وبيبقى ماشي كده زي التايه، بص مجروح وحياته زفت ومشتاق الناس ومشتاق الشغل ومشتاق حتى يعيش اليوم التالت، مشتاق اي حاجه، فهو اللي هيظهر لك ان هو عايزك، لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه، الشخص ده بيحبك بجد برج الحمل،
وممكن تكون انت خايف تديله الكوباية لانك خايف من علاقات سابقة مثلا او حاجة، او انت بقالك فترة كبيرة قوي مهتم بشغلك وحاسس بان الارتباط مثلا هيعطلك، لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه بالفعل، لكن هو في دماغه هو عايز ينهي الموضوع، بس هو حاسس بخسارة، حاسس بانه هيخسر كمان، يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه هيخسرك، ومش عايز يخسرك، مش عايز يخسرك، مش عايز ينهي اصلا، بس هو حاسس ان هو تعبان، هو ما بين نارين زي ما بيقولوا، مش عارف ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط غريب جدا، هو شايفك ان انت ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة، خلاص جنتي خلاص وصلت، ان كنت مش معايا ومديني ظهرك فانا شخص تعيس وبائس والناس حواليا كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص تعبان على فكرة، وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة، كمان عنده حاجات في الشغل مش لطيفة، فهو واخد 3 سيوف، ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مثلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متألم بعيد عنك طبعا. طب تعالى كده يا برج الحمل، انا هساعدك، انا هساعدك والله عشان انا بحب برج الحمل، فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى؟ في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديله كوباية. لازم اوصل واعرف برج الحمل مش عايز يدي الكوباية ليه للشخص اللي بيحبه. لماذا؟ بص 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 بص، يا نهار ابيض. برج الحمل الورق طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديله الكوباية ليه. بس اعتقد ان انت مرعوب من الحب يا برج الحمل، لان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس هعرف يعني، هعرف والله، لا انا عارف انت مش عايز تعرف، بس هعرف. شوف بقى برج الحمل مش عايز يديك كوباية ليه. انت بتخاف من الحب ولا ايه يا عم برج الحمل؟ انت عايز تديك كوباية اهو، انت خايف، انت بتتعامل مع حد برج الجوزاء او سول ميت، ده سول ميت يا برج الحمل، ما تخافش. طب خلينا نشوف تاني، لماذا لا تريد انك تديله كوباية؟ الله 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 الله، لا طب اتمنى تديله الكوباية اهو. تضحك علينا بقى ولا ايه يا عم برج الحمل؟ ده انت ده ايه ده انت بتحبه قوي على فكرة، انت منجذب له جدا بتحبه قوي، بس انت مستعد ان انت تديله الكوباية بالفعل، انت ممكن تكون مسلمه الكوباية بالفعل بس مش مهتم بيه. انت بتحبه بالفعل في العلاقة، بس هو شاعر، هو بقى اللي شايف تقريبا ان انت مش مديله الكوباية اللي هو عايزها، هو عايز كوباية تانية يعني، انت سلمت الكوباية بس هو عايزك تهتم، تتكلم معاه، تخرج معاه، تهتم بيه، لو شايفك انت مش مهتم بيه يبقى المسألة دي مسألة اهتمام. هو شاعر بانه مش مالكك قوي يعني، مثلا ما انتش معاه قوي، ما انتش حبيبه قوي، بس احضني قوي، حسسني بيك. ده انت ده بتحبه قوي، ده انت مسلمه حياتك كلها يا عم، بتحبه قوي، ده احسن كارتين دول عندي انا بالتحديد. وهو كمان على فكرة، طب تعالى نشوف بقى، هو بقى خافي مشاعره، احنا هنعرف مشاعره دلوقتي، عايزين نعرف مشاعر الشخص ده ايه اتجاهك، هنعرف يعني، هنعرف برضه هو كمان هنعرف له مشاعره ايه. بص، هو معجب بيك قوي، وهو كمان عايز يديك كوباية، بس عايز يديك الشخص ده على فكرة يا برج الحمل ممكن يكون، انا مش عايز اقلب القصة ضده بقى لان كده بدأنا نقلب القصة ضده. خلينا نشوف طيب هو صادق معاك، دي اللي هتأكد منها، وممكن اقلب القصة بقى. لا صادق، صادق جدا كمان جدا. طيب بص يا برج الحمل، هذا الشخص مشاعره الكوين اوف واند والبيج اوف كابس، الشخص ده حاجة من الاتنين يعني، يا اما هو فعلا بيحبك ولكن هو مش متأكد منك، او انه شاعر بانك مهتم بشيء اخر عنه، فهو زي ما يكون بيعمل احتياطاته، بمعنى لو انت مش عايزني فانا همشي، هاخد بعضي وامشي،
هو عنده استعداد انه يمشي في نقطة واحدة بس لما يتأكد ان انت مش عايزه، هو حاسس بان انت مش عايزه او مش مهتم بيه، مش مديله الاهتمام اللي هو بيدور عليه. هذا الشخص بيحب الاهتمام، بيحب الكلمة الحلوة، وبيحب زي ما يعني يحب الانسان اللي معاه يحسسه دايما ان هو موجود حواليه. فانت زي انا شايفة ان انت بتحبه، فخلاص بقى اديله الاهتمام بقى، هو شايفك ان انت ماسك الكوباية لوحدك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مرة بتديله الكوباية ومرة لا. من الاخر انت بتحبه، بس مرة بتحسسه ان انت بتحبه، ومرة بتحسسه ان انت عادي عنده او مش مشكلة، فهو بيفتقدك في النقطة دي. لكن مفيش مشكلة صريحة اقدر احط ايدي عليها بصراحة في القراءة دي، يعني ما اقدرش اقولك انه بيخونك، او ما اقدرش اقولك ان هو شخص بيلعب بيك. هو مش بيلعب بيك، بس هو شخص ما بيحبش اللف والدوران. هو شاعر بانك بتلف وتدور او قاعد في حته لوحدك ومش عايز تديله الكوبايه دي. كوبايه ايه بقى؟ مثلا ممكن تكون كوبايه الاهتمام، كوبايه مثلا انك تسال عليه لانه شايفك ان انت مهتم باعمالك. فشوف انت يعني مش عايز اقول ايه، يعني ايه اللي ناقص في العلاقه؟ في طبخه بتبقى ناقصه ملح، في طبخه بتبقى ناقصه فلفل اسود مثلا، شوف انت بقى ايه اللي ناقص يا عم. طب خلينا نشوف العزاب جاي لهم ايه. انتوا جايلكوا حد من الماضي ممكن، جايلكوا حد من الماضي ممكن، يا حد من الماضي يا حد بيراقبكوا على السوشيال ميديا. وهذا الشخص في حاجة حلوة قوي في هذا الشخص على فكرة، مش ده بيراقبك على السوشيال ميديا بجد، في حد على السوشيال ميديا بيراقب، هو بيراقب مجموعة ناس بصراحة، وشكله عايز يرتبط ويدخل في علاقة، وزي ما يكون لقى الكوباية اللي هو بيدور عليها عندك انت. الشخص ده عينه عليك انت ومش راضي بأي كوباية تانية غيرك انت، فهو هيجي لك تقريبا وهيكلمك، هيصارحك بمشاعره. اهو ده هو، اهو ده حد من الماضي، خلاص كده عرفت حد من الماضي، بالورقتين دول طاروا. حد من الماضي هيكلمك تاني بيراقبك، ودي 90% حد من الماضي هيراقبك هذا الشخص، وبيراقبك وحاليا، وهيجي يقول لك مساء الخير انا عايز ارجع، انا بحبك وعايز ارجع لك. فشوف انت هتعمل ايه بقى برج الحمل. بس هذا الشخص على فكره بيراقبك جامد قوي قوي قوي، وبيفكر فيك قوي، ومش عايز حاجه غير ان هو يقدم لك الكوبايه تاني. شكرا يا برج الحمل، ويا رب تكون